السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم في الشارقة. اليوم إن شاء الله حلقتنا بتكون عن بعض الأسواق الموجودة عندنا في إمارة الشارقة، لكن بخبركم شوية نبذة بسيطة عن هذه الأسواق. وطبعا على الرغم من كثرة وجهات التسوق والمراكز التجارية في دولة الإمارات، إلا أن كل سوق له طابع يتميز به، سوق قديم، سوق مميز، سوق له ذكريات عند أهالي هذه المنطقة أو هذه المدينة. وطبعا إحنا اليوم سوقنا مثل ما تعرفون سوقنا سوق جديد، سوق جميل، سوق مميز. سوقنا موجود على عملة إماراتية ومطبوع على هذه العملة. طبعا عندنا هذا السوق الجميل، السوق المركزي أو السوق الإسلامي في إمارة الشارقة. تم تشييد هذا السوق في عام 1978، ويعتبر السوق المركزي أيقونة ومعلم جميل وسياحي وتجاري في إمارة الشارقة. طبعا للإخوان اللي حابين يعني عندهم حفلات الأعراس، الخطوبة، طبعا المحلات هذه معروفة عندنا محلات الذهب، ويتميز السوق المركزي أصلا بمحلات الذهب الموجودة فيه. مش البيع انه خلاص انا اشتري الذهب اللي يكون جديد، لا، عندهم ايضا استبدال، بيع المستعمل موجود عندهم، حتى تروم اذا عندك ساعه يعني ماركه معروفه تروم تبيعها في هذا السوق وتاخذ ايضا ساعه مثلها مستعمل، وفي عندهم سوع الجديده والقديمه ويعطونكم افضل الاسعار، من غير عندنا ايضا الفضيات، الذهب الابيض. وفي عندنا في الطابق الثاني فوق مشاهدينا الاعزاء هناك يسوون او تصنيع القلادات من الفضه، من الذهب، محلات الصياغه ايضا موجوده في نفس هذا السوق، بالاضافه الى محلات مختصه في بيع التحف ومختصه في بيع السجاد اللي يتوفر عندنا طبعا كله في الطابق الثاني. وهذا السوق يرتادون الكثير من السياح طبعا، اما الان في الجائحه طبعا السياح قلوا، لكن الايام الماضيه والسنوات الماضيه ما شاء الله كان يستقطب عدد كبير من السياح طبعا، يجون من دول مختلفه وكانوا من المانيا، من الصين، من اليابان، من امريكا، من كل مكان يجون مباشره الى هذا السوق الجميل والسوق المميز والسوق ايضا القديم جدا والمعروف عندنا في دوله الامارات العربيه المتحده. نحن بننتقل وياكم من هذا السوق إلى سوق آخر أيضا جميل ومميز في إمارتنا، إمارة الشارقة. وانتقلنا وياكم في حلقتنا مشاهدينا الاعزاء طبعا من سوق المركزي الى سوق الجبير. سوق الجبير هذا شيء طيب وشيء عجيب، بنتعرف وياكم على هذا السوق اكثر بعد ما ناخذ العصير. احنا انا طلبت عصير قصب السكر، لان طبعا تعرفون احنا نصور من الصبح نتمشى من مكان لمكان، ولكن ان شاء الله مثل ما يقولون شويه بنبرد على اعمارنا بهذا العصير، وانتم تعالوا وياي. سوق الجبير مشاهدينا الاعزاء معلم تجاري سياحي، سوق ضخم وسوق جديد ما شاء الله. يضم هذا السوق ثلاث اقسام مكونه عباره عن قسم خاص للاسماك، وقسم للخضره والفواكه، وقسم اخر ايضا للحوم والدواجن. وهذا السوق يعتبر من الاسواق الحديثه اللي تم افتتاحها مؤخرا في اماره الشارقه، ومسافته قريبه من السوق المركزي، والفاصل بينهم مشاهدينا الاعزاء فقط جسر الخالديه، يعني تطلع من السوق حاب تكمل توصل سوق الجبير تعبر النفق اللي موجود بين سوق الجبيل وسوق المركزي، وطبعا تحت جسر الخالديه، وتدخل هذا السوق وتستمتع وتاخذ لك هذه البضاعه اللي تبغيها سواء من اللحوم والخضار والفواكه، شو ما بغيت كل شيء موجود عندنا في هذا السوق.
ويضم سوق الجبيل مشاهدينا الاعزاء ما يقارب فوق 300 محل موزعه، طبعا محلات خضار وفواكه واسماك ولحوم ومكسرات، وايضا محلات فرعيه مثل عندنا الصيدليات وعندنا ايضا قسم خاص لشوي الاسماك. وطبعا في شهر رمضان الكل يدور على اهم شيء في السفره اللي هو طبعا عندنا التمور والدبس، وعندنا ما شاء الله هذه المنتوجات موجوده ايضا في سوق الجبيل على طول العام. وفي عندنا بعد يوم موسم الرطب يكون في سوق خاص او قسم خاص يتمون يبيعون فيه الرطب الموسمي، طبعا الرطب يومينا بعد بكميات كبيره والحمد لله. تم افتتاح سوق الجبيل مشاهدينا الاعزاء طبعا في عام 2015 يوفر الراحه والتجربه الفريده للمتسوقين عن السوق القديم او السوق السابق طبعا اللي كان طبعا حجمه اصغر عن هذا المكان. وتم تشييد هذا السوق على مساحه تقدر ب 400,000 متر مربع في هذا المكان الجميل اللي يضم مجموعه كبيره من المحلات وايضا الاقسام التجاريه مثل ما خبرناكم اللي هي اقسام اللحوم واقسام الدواجن وايضا الاسماك وايضا الخضار مثل ما عرفناكم على هذا السوق الجميل والمميز اللي هو طبعا سوق الجبيل في الشارقة. وصلنا وياكم مشاهدينا الاعزاء الى ختام جولتنا اليوم وياكم من برنامجكم في الشارقه، وانا الان متواجد ايضا في مطعم سوق الجبيل اللي راح يتم افتتاحه ان شاء الله قريبا، وترياكم وتزورونا في هذا المكان الرائع. وتعرفون في كل ختام عندنا سؤال، سؤالنا يقول اليوم كم عدد المحلات الموجوده في سوق المركزي؟ احنا سرنا وياكم السوق وشفنا المحلات وتجولنا الطابق الاول والثاني، نبغى نعرف كم عدد المحلات الموجوده في هذا السوق الجميل. واللي يبغى يجاوب طبعا لازم تنزلون تطبيق مرايا، وفي التطبيق هتحصلون ان شاء الله الاجوبه، واختار الجواب الصحيح مشاهدنا العزيز وان شاء الله طرش اسمك وراح ان شاء الله تفوز ويانا بجائزه وقدرها 1000 درهم مقدمه من هيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون. وطبعا تابعونا كل يوم، عندنا جوائز وعندنا اماكن جديده وجميله في امارتكم الباسمه اماره الشارقه، وحياكم الله. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.